الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا شبيه له، إله واحدا، ونحن له عابدون، وباستعباده لنا مشرفون ومكرمون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، فجاهد فيه حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأخوة، يقول جل من قائل في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله مولانا العظيم. الجملة الأولى في الآية تقول: ولو أن أهل القرى آمنوا. ما هي النتيجة أيها الأخوة؟ قال ربي: لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة ومش رزق واحد، والبركات تشمل كثير من الأمور التي فيها الخير. قال: بركات من السماء والأرض. والبركة أيها الأخوة الحاجة فيها زيادة، تقول لك نزلت فيها البركة، كان فلوس، كان رزق، كان أكل، كان وقت، كان عمر، كان مجهود، إلى آخره من الحاجات اللي تنزل فيها البركة. قال ربي: لفتحنا سبحانه بركات من السماء والأرض. والسماء والأرض كذلك أيها الأخوة بالمعنى الملموس وبالمعنى اللي ما هوش محسوس. فأما المعنى الظاهر فهو مثلا الأمطار، ومن الأرض النبات، هذا أمثلة. ولكن كذلك البركات اللي هي في علم الغيب من عند ربي سبحانه وتعالى فهي كثيرة. الإنسان يقوم في و
يعبد فيه لله سبحانه وتعالى فيحس براحة ويذكر ربي يحس براحة، فنسلق البركة في ذلك التعبد وذلك الدعاء وذلك الذكر، يقول ربي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبذلك يقول الكلام نشجع باش نعاود هذا الأمر الطيب إلى آخره. ومن الأرض هي كثيرة كذلك، يعني بالمعنى وبالحاجة الملموسة. ولكن العكس بالعكس والعياذ بالله، قال والقاعدة دي تبقى صالحة، قال ولكن كذبوا. إذا عكس الإيمان هو التكذيب، مش هو المصير بتاعها؟ قال فطحنا عليه البركات، لا، قال سبحانه وتعالى فأخذناهم والعياذ بالله بما كانوا يكسبون. من نوع الوقت اللي هم الناس تؤمن ربي سبحانه وتعالى يعطيهم أكثر من الإيمان أو من الجزاء العهد، لأن ربي سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات. ولكن بالنسبة للسيئات قال أخذناهم بما كانوا يكسبون. كذبت بالنسبة للسيئة سيئة بمثلها، ولكن بالنسبة للأجر والثواب فهو أكثر من الإنسان اللي قدمه. الإنسان يعمل حاجة رب سبحانه وتعالى يبارك فيها كثيرا ويجازي عنها وهو سبحانه وتعالى الشكور. هذا الحديث المطول أيها الأخوة فيه ذكر لحالنا اليوم، يلما هكا يلما هكا، ونحن نختار. رب سبحانه وتعالى خلانا الاختيار، ولكن من بعد فما جزاء أو عقاب والعياذ بالله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، علاش نقول رضي الله عنهما؟ رضي الله عن عمر وعن ابنه عبد الله، علاش نقول رضي الله عنهما؟ قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، يعني عمر عبد الله بن عمر هاجروا من مكة إلى المدينة، فالحديث موجه لي ولكنه موجه لي للكل، لكن وقتها اختص به الحاضرين ربما ألا وهم المهاجرون، نقول المهاجرون والأنصار اللي نصبوا سيدنا صلى الله عليه وسلم في طيبة مكة. أي خمس إذا ابتليتم بهن، خمس حاجات إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني اسأل ربي واستعاذ ربي سبحانه وتعالى أن معشر المهاجرين ما يبتليهمش ربي بهالخمس عضوما. فإن شاء الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة، ما قالش وأعوذ بالله أنتم تكتبوا به، قال وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني راهو حكاية في الزمن اللي معكم مش يجيو. أي أولا لم تظهر الفاحشة في قوم قط والعياذ بالله. الفاحشة تعرفوا غير ما نقول نشرحوا هي الحاجات الخائبة بما فيها، غير ما نذكر ما نحبوش في هالمجلس الطيب هدايا، ولكن بهذه الأمور الدين لا بد منها على محال. المهم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يغلبوا بها، تظهر فيهم وتتغلبوا بها، ما عادش نجم واحد يتكلم يقول يا ناس ردوا بالكم. مثال ان شاء الله يسرقونا خيالنا مخلطين، وقت اللي تظهر فينا الرجال مع النساء والنساء مع الرجال والعياذ بالله الفاحشة، يجي واحد في وسيلة إعلام يقول له عيب شنو يعرفوا فيه، ينجموا يطلبوا. هل طلعت في عهد سابق جمعيات تدافع على ناس حاشاكم من المبتلين بالامور الجنسيه في نفس مثل الجنس والعياذ بالله؟ يعني مشاو بعدوا على الفطره خلاو يعني الغلطه هي هذيك الفاحشه والعياذ بالله، وزيدوا شكونها افحش والعياذ بالله. اي هو يعني وصلنا وجينا مغلوبين.
نسمع في مختص في علم النفس في اذاعه من الاذاعات التونسيه يتكلم حاشاك حاشا وخليت على الامر هذايا. قالوا له مرض، قال لا عيد ما قلوش مرض، مش مرض هذايا. لا يعني وكانه من الطرموس المرض وكاني اصبحت حاجه طبيعيه. اش نقول لله؟ يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال حتى يغلبوا بها. هي ما تقدر تنتشر بشوي بشوي. لو كان ما نعرفوهاش من الاول يغلب التيار وما عادش نجم نقدر واحد معاهم. وهذا اللي حاصل في الوقت الحاضر في بلاد المسلمين. خلينا من بلاد غير المسلمين نحكي نحفظ ارواحنا. فهذا هو شو الدور ان غلبنا والعياذ بالله الكلام الفاحش. تو واحد يتكلم كلام برا الكلمه قد والعياذ بالله سواء يقصد بالجلاله سواء يقول كلمه الخايب اللي كان يكلمه تقول لها عايش خويا عيب عليك يولي مطلوب عيش شنو تخدم فيا يا كان راجل كبير مره يا شيوبا كان واحد صغيرتي مره انت ما مختلفش اللي تعرف كان على قد وش تخدم انت ماما الى اخره. فيوجد اجابه كل نوعيه من الناس والعياذ بالله. اش وصلنا ولا رايح ما عادش ينجم يخرج في الشارع ومعه اهله زوجته واخته خوه بوه امه الى اخره. اذا والعياذ بالله هذه رانا غلبنا في بعضها الله يستر في البقيه قولوا امين. شنو الجزاء اذا يغلبوا؟ هذا ولا الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مرت في اسلافهم الذين مضوا. يعني تظهر امراض الطاعون والعياذ بالله كما قلت لنا شوشا يعني يبدا ينتشر البعدي في العباد والعياذ بالله وكذلك نوعيه من الامراض ما يلقاوهاش علاج كما ربي يحفظ الجميع. مرض الاليت السيده او جاب كورونا في مده سابقه والعياذ بالله وقلناها ربما لهنا او نعيدوها لان جات خاصه في اقوال ما سجلت والعياذ بالله مع بعضهم. فقدمت العدوى وبينت عقاب من ربي سبحانه وتعالى. اذا الا ما نستغربوش وقت اللي تظهر الامراض ما عندهاش علاج ما عندهاش دواء هو او اي مرض موجود الا وعنده الدواء تاعه. لكن علمه من علمه وجهله من جهله. الثانية أيها الأخوة ولم ينقص المكيال والميزان. أنتم مطففين أظن وقت اللي يوزن الناس في وضع بيعي يوزن مكيال يوزن مثلا 900 جرام 950 جرام هاي ولو كان وزن ليه هو يزود ولا يضرب له النصوص من المحرمات. قال ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ثلاث عقوبات. وكان يطفوا في الميزان في المكيال وفي الميزان ويجمع راهو بالمعنى كذلك بل المكيال تعرفوه تمشي الخنزار وغيره وكذلك بالمعنى. يعني واحد تلقى عمل حاجة بسيطة يكبروها ولو عمل حاجة كبيرة ما يخسروش خاطر سيفلان هذا أنا من عامة الناس ولا كسيفين. فكذلك هذا راهو يتسمى أن الميزان ماهوش عادل ما يعدلوش في الميزان في وزن السلوك نتاع العمال. هي شنو العقوبات؟ أخذوا بالسنين والعياذ بالله السنين أكل سنوات كيجي صعيبة فيها جفاف وفيها قحط وفيها مصائب ربي يحفظ الجميع إلى آخره. وشدة المؤونة نجموش يدبروا القوت وكان دبروه بصعوبة وإلا بثمن غالي. أقصد اليوم الأثمان كيفاش طلعت الحاجة اللي كانت ثلاث سنين التالي بدينار ولوك سبعة دينارات لو كان جات تزيد بشوية طول ومية قاعدة تزيد وبطريقة جماعة اللي عارف الرياضيات تدفع الصوت اكسبونسيال يقول لك قاعد يطلع بصفة كبيرة ياسر باهي. الثالثة والعياذ بالله وجور السلطان عليهم. السلطان هو اللي يحكم سواء في اعلى هرم السلطه ولا في اقل هرم السلطه. السلطان بنوعه في الولايه فما سلطه في المعتمديه فما سلطه في البلديه في الاداره في غيره الى اخره. الا ابتلوا بجور السلطان. ما انت ربي يحفظ الجميع خير مش موجه لكم للمطففين ما
انت تفرط في النساء هاو شهر السلطان هاو السنين والمأمونة والإسليمة إلى آخره. رب يحفظ الجميع. أقول ما تسمعون فاستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسوله ونبيه ومصطفاه. نواصل. ولم يمنعوا زكاة أموالهم. يا ناس لو تمنع في الزكوات خاصة واحد أهل المدن اللي عنده مثلا أموال في البنوك في بنك يخبئها ها ويحول عليها الحول والعقد يكون بالسنة الهجرية القمرية مش بالسنة الميلادية عنده 2.5%. ربي خلاله البقية 2.5%. كل 1000 دينار على 25 دينار. يعني شوف قديش عدل. ولكن مع ذلك تقول له يا فلان تدفع في الزكاة تقول له احترم علي معنا هما يهدي ربي راهي واجبة لفلان. ولكن جرب اللي يدفع زكاته لكن موال الأموال اللي عنده ربي زكاها تزيد تبقى وتزيد واللي ما يدفعش راهو والعياذ بالله تجي حاجة تهزها يا تجي مرض يا تجي مصيبة ربي يحفظ الجميع إلى آخره. هذا شوفوا إلا منع القطر هو الحاجة القطر ما تنزلش. رب يحفظ الجميع. رب يحفظنا لليابات وكرمنا وارحمنا وندعي رب إن شاء الله لما ليه نهار نهارنا بغير فله الحمد والشكر. إلا منع الغض قطرة من السماء هذه عقوبتها. ولولا البهائم لم يمطروا إذن لكن أمطروا راهم مسلم هم وإنما لك البهائم اللي هي ما عندهاش دم باش تبدلها الحشيش وغيره ها. قالوا تنزل الملائكة كل يوم تمشي في الأرض تنادي في السكك سكك يعني الطرقات ولكن ما نسمعهاش. تقول أيها الناس لولا أطفال رفع ورجال ركع وملائكة رتع لصب عليكم العذاب صبا والعياذ بالله. ربي يحفظ الجميع. يعني ربي رحمنا بك الصغيرات المزال مش مكلفين خاصة الرتع وبك الناس المصلين كيفكم. ورحمنا ربي سبحانه وتعالى بالبهائم الحيوانات بلوحها عاد ايش ذلك سخرها ربي لنا. نواصلوا. قال ولم ينقضوا عهد الله ورسوله. الله لا يجعلنا منهم لم ينقضوا عهد ربي وعهد الرسول. كم من عهد العهود الموجوده او العهد. قال ربي او لستم بربكم في الازل. قالوا بلى اليوم ونريد في ربي ولهم انتم مسلمين احمد يراه كان الرزق شيء من سفلان وسفلان وشيء من عند ربي من عفو بتاع الشركه واللي يعبد فيها عباده وهات وهات واللي يعبد الحكام واللي 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 يعبد المال واللي يعبد السلطه و و و موصول مره واحد في القديم في قديم الزمان ما فهموش لانه قال كلمه مش ما قالهاش اهلها. قال معبودكم تحت رجلي اها تقولوا انت تقصد ربي تحت رجلي اعدموه. جاوا يشوفوا حفروا تحت رجلي لقوا كنز يعني انا بتردوا في البلاد انتوما. نواصل. قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. يسلط عليهم ينقضوا عهد ربي يسلط عليهم والعياذ بالله اعداء من غيرنا. هاو الامم بتكالب علينا فكنا في الثروات بتاعنا فكنا في برشا حاجات حسين الكلام هذا كبير ربما ما يتقالش لله وفي برشا تفصيل خلينا ربي يحفظ الجميع وكرم. قال وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ما يطبقوش شرع ربي سبحانه ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم. لولا العقاب بتاعها من غير والثاني العقاب منا فينا. العقاب منا فينا كما نحكموش بكتاب ربي سبحانه. انا كيجي السارق ها يسرق وما طبقش عليه شرع ربي ولا عنده حقوق السارق في البلدان الاوروبيه وخلوا عليه البلدان الاسلاميه يدخل عليه الداري ويحيي لي بتاعي ولو كان مطلوب ولا انا مطلوب. والله ما فهمتش شنو باش نعمل. نقول مش عارف سامحني على شويه هذيك الحاكمه سامحني الذي امن
مانيش عارف كيف نجيب تعرفوا القضايا من نوع هذا. وبعد الامن يخدم خدمته وشد وشوفوا كيفاش محامين وغيره ويخرج ويتحالف في الاشكاليه هذا ونجيك الفرد ها ولا كيفاش ها سرقوا علينا امنا فينا ها يسرقوا فينا امنا فينا ها واحد ما عادش يامن. شوف انت في بلاد الحرمين وقت اللي يوصل وقت الصلاه يحط صوص عصير قدام الحبل بتاعي انا مغلق ويمشي يصلي على روحه. احنا اليوم زوز قلب ويا ربي نوصل ربي يحفظ الجميع. ونختم بهذه الآية أيها الأخوة، يقول رب سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ربي ما يظلمش، لو كان أي حاجة صارت لنا منا فينا على أحنا نسبيتها أيها الأخوة باش تكونوا على بينة. وربي راهو ما يظلمش، ربي راهو ما يجبر، ولو كان ذرة من الذرات ليس في الإمكان أبدع مما كان. نختم بمسألة فقهية بسيطة ولو هي عظيمة ولكن نقولها بتبسيط من غير ما ندخل في تفاصيلها. في بعض الأحيان الإنسان يبدأ مثلا يصلي في الجمعة ويبدأ تلعب يتك على الحيط ولا على عرصة وتأخذه سنة من النوم وبعد وقت يقيم الصلاة بالطبيعة مش يفيق هو ولا يفيق. هنا يسأل السؤال يقول زعما أنا بقيت على وضوء ولا لا؟ بعبارة أخرى ونصلي معاهم ركعتين مثلا مثال في الجمعة تصير في غيرها وإلا نمشي نعاود الوضوء تاعي. الفيصل اللي هنا في الحكاية هو نوعية النوم، هل هي سنة من النوم حاجة خفيفة أو نوم ثقيل؟ في الحالة الأولى وقت اللي يطل في نوم تعليك بها راهو لا شيء عليه ويمكن أن يواصل ويصلي على روحه، ولو كان أخذته أخذ يعني في نوم عميق وقتها ويعاود. يقول القول هنا شنو الفاصل باش نعرف أنا ما بين نوم خفيف ما نعرفش وضوءي ولا نوم عميق ونعاود الوضوء. قالوا من بعض الأمارات الفقهاء قالوا إذا الهمت على الوعي وليت الكلام اللي بحذاك يسألوه كل كشطاع مثلا الإمام تقول له ما ندريش وقتها راه قال الرقاب والله أعلم على النوم. ثم تفاصيل أخرى على كل حال في المسألة هذه ونصيحة خاصة للشباب واللي صحتها ما تكونش على الحيط في صلاة الجمعة. اقعد جلسة باش تبدا مركز مع الإمام خاصة لو جاي نصيف تولي المرأة وحدوها المكيفات تخدم نومة تحلى وقتها يولي الإنسان يجي النوم. ولكن نحن رانا ماناش جايين هنا باش نرقدوا، رانا جايين باش نذكروا ربي سبحانه وصلوا. فما فسدوش هذا بالك وقت اللي يجي وقت النوم هذيك حاجة أخرى ولا باش يقيم يبعد على الأوقات هذيك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك ولا تطردنا من بابك. الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا اجعل الجنة مأواهم مأوانا يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض في هذا المجلس وفي غيره يا رب العالمين. اللهم اشف خياننا الحاضرين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا رب العالمين أن تشفي كل مريض يا رب العالمين سواء مرضا جسديا أو باطنيا يا رب العالمين. اللهم اشفينا يا رب من جميع الأمراض والعلل يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. نتوسل إليك أن تشفينا يا رب العالمين. اللهم اهد الراعي والرعية والشباب والذرية يا رب العالمين. اللهم ولي على بلاد المسلمين خيارها ولا تولي عليها شرارها. اجعلنا اللهم من المؤمنين ولا تجعلنا من المكذبين. اجعلنا من الذين يحافظون على عهد الله ورسوله يا رب العالمين. اجعلنا اللهم ممن
شفع كريم يا رب العالمين. آت كل من الحاضرين من الخير ما تمنى يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين 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 يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا مغفورا لكم إن شاء الله وأقيموا الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم.